برعاية محافظ صلاح الدين الدكتور مهندس عمار جبر خيل، أقامت مديرية الوقف السني بالمحافظة الاحتفال المركزي بمناسبة المولد النبوي الشريف، تم خلاله استذكار السيرة النبوية العطرة وروح الهداية التي حملها الرسول محمد عليه الصلاة والسلام، وزرع المحبة والسلام والتسامح بين البشرية أجمع. تشرفت مديرية الوقف السني في صلاح الدين باحتضان احتفال بمناسبة المولد النبوي الشريف بحضور ورعاية كريمة من قبل السيد محافظ صلاح الدين الدكتور عمار جبر والكثير من مدراء الدوائر والمشايخ والضيوف الكرام. بمناسبة هذا الربيع الدائم الذي ولد به سيد الكائنات، دعا الجميع بالرحمة للشهداء والشفاء للجرحى والعودة للمغيبين وعودة النازحين إلى ديارهم إن شاء الله. حضرنا هذا اليوم إلى محافظة صلاح الدين ومدينة الكريت بالتحديد نيابة عن رئيس ديوان الوقف السني الدكتور سعد حمين تكمبش، وهذا الحضور يأتي حضور متميز لأن هذه الذكرى هي ذكرى عظيمة، ذكرى ولادة سيد الكائنات محمد صلى الله عليه وسلم، فهذه المناسبة التي تستوجب منا أن نكون في موجودين هنا نشارك أهلنا في محافظة صلاح الدين، لأنها مناسبة نستشعر بها أنها مناسبة عظيمة توحي أنه نتذكر ذلك الرسول العظيم الذي نشر الرسالة في جميع ربوب العالم. برعاية الدكتور المهندس عمار جبر خليل محافظ صلاح الدين، أقامت دائرة الوقف السني في محافظ صلاح الدين المؤتمر اليوم بمناسبة المولد النبوي الشريف وبحضور عدد من مدراء الدوائر وممثلين عن دائرة الوقف السني في بغداد. حقيقة جاء هذا المؤتمر في وقته بتداعيات التي موجودة بالعالم والحملة والتشويه الدين الإسلامي ورسالة الرسول الأعظم محمد صلى الله عليه وسلم، ومن هنا نعطي رسالة حب وسلام لكل الأديان الموجودة في العالم. شعب صلاح الدين يقتدي بالرسالة النبوية الشريفة، وبالتالي هذه المؤتمرات يجب أن تكثف في هذه الأيام وبكل العراق وبكل العالم العربي والإسلامي من أجل يعني قيادة حملة أو تكون حملة ضد من يريد أن يشوه الدين الإسلامي والرسالة النبوية والشريفة. تزامنت هذه الاحتفالية المباركة التي تحييها مدينة تكريت لكل سنة، ليست غريبة على المدينة ولا على أهلها، تزامنت مع الإساءة التي حصلت على نبينا الأكرم محمد صلى الله عليه وسلم. حضرنا هذا الاحتفال لنبرهن ونترجم ماهية هذا النبي وكيف أنه رسول رحمة ورسول هداية للبشرية من خلال ذكر سيرته وذكر صفاته وكيف كان يتعامل مع البشرية.